السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جينا نوريكم السل اللي غنحضروا معكم. هو هذا راه كيجي رائع وكيجي بنين، كيجي كيحمق. كنتمنىكم تجربوه وتردوا عليا الخبر في كومونتير ان شاء الله. دابا غنقطع معكم واحد الطريفه، تشوفوا كي جا، وعاد ندوزوا لطريقه التحضير. هانتوما خوتي، شتو سلو ديالنا كيف جا؟ جا رائع جدا، جا كيحمق. المهم اخوتي دابا غندوزو لطريقة التحضير. مرحبا بكم والف مرحبا. السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ رجعت معكم بواحد الفيديو جديد. هذا الفيديو بغيتو نلقاكم به خير وعلى خير، باحسن الاحوال نتوما ووليداتكم وعائلتكم. بالنسبه لهذا الفيديو خوتي، بالمناسبه حلول شهر رمضان، الله يدخلو علينا وعليكم بالصحه والسلامه وطول العمر، بغيت نحضر واحد شويه ديال السلو. قلت علاش لا ما نشاركوش مع المشاهدين ديولي. ومرحبا بكم اخوتي والف مرحبا. دابا غندوزو للمقادير ان شاء الله. مرحبا بكم. بالنسبه للمقادير اخوتي، عندي كيلو ديال الجنجلان مغسول ومنقي ومحمر في الفران، عندي كيلو ديال الفرس محمر في الفران حتى هو انا اللي حمرته، عندي كيلو ديال اللوز مسحته بواحد الزيف سارد حتى هو دخلته وحمرته في الفران. بالنسبه للكاوكاو ما كنبغيش يكون عندي بزاف في سلو، درت على 500 غرام حتى هو، درت له زيف سارد مسحته ودخلته للفران. عندي 5 دراهم ديال النافع، 5 دراهم ديال حبه حلاوه، عندي 10 دراهم ديال القرفه، عندي 500 غرام ديال السكر كلاصي، عندي زيت العود، كيقولوا بالزيت زيت الزيتون، حنا كنقولوا ليه زيت العود. عندي واحد شويه ديال اللوز سلقته وحمرت وقليته في الزيت باش نزوق به، عندي شويه الملح، مسكه الحره، 500 غرام ديال الزبده، وعندي جبانيه ديال العسل. دابا ان شاء الله غندوزو نطحنو المقادير ديالنا، اللوز والكاوكاو والجنجلان والنافع، ونرجعو معكم ان شاء الله. بالنسبه للماكينه اللي غنطحن فيها اللوز والكاوكاو والجنجلان هي هذه. غادي نبدا بالكاوكاو هو الاول. كنطحن 500 غرام في خطره واحده لانها يعني ماكينه كبيره. الطحين هو هذا، كنخليه انا بحال هكا، نفرشش شويه باش كيجي شويه مرمل في الفم، واللي بغاه مطحون مزيان يعاود يزيد يطحنو. المهم انا هذا هو القياس اللي كنطحن المقادير ديالي. هانتوما خوتي، هو هذا الكاوكاو ديالنا. دابا غندوز نطحن اللوز. دابا غندوزو نطحنو اللوز ديالنا. بسم الله على بركة الله، طحنا الكاوكاو. كيما قلت لكم 500 غرام تطحن ليا في هاد الماكينة، طحن ليا 500 غرام فقط. بحال دابا اللوز قسمتو على جوج. درنا نفس العمليه اللوز كما طحنا كاوكاو، طحنا اللوز خليناه مهرمش شويه. دابا ان شاء الله غادي ندوز نطحن الطحنه الثانيه، ومن غنطحن الطحنه الثانيه غادي
ندوز نطحن الجنجلان ونطحن كل شيء وعاد نرجع معكم ان شاء الله. المهم خوتي وخواتاتي هذو هما المقادير اللي خصني نطحنوهم، هذا كاوكاو، هذا الجنجلان، وهذا اللوز النافع، حبة حلاوة. دابا غندوزو نخلطو معاكم، ومرحبا بكم اخوتي والف مرحبا. بسم الله على بركة الله. دابا غنخلطو سلو ديالنا. غادي نخو الدقيق هو اللور، عندي مغربل، غادي نخوي كاوكاو، غادي نخوي اللوز حتى هو، غادي نخوي الجنجلان. كما قلت لكم انا كندير كيلو كيلو، كندير عا كيلو ديال الدقيق باش كيجي زوين، مقويش فيه الدقيق. غادي نخوي النافع وديك حبة حلاوة، نخلط هاد المكونات هما الاولين. غادي نخوي داك المسكة الحرة، غادي ندير واحد شوية المليحة، راكم عارفين ضروري شوية الملح. بالنسبة للسكر كلاصي غادي ندير عا شوية، لأن غادي ندير العسل، ندير عا تمن رابعة، ونخلي تنشوف الحلاوة كيفاش غتجي. ضروري نغربلو السكر ديالنا كيكون محبب، يكون في داك الكويرات، ميمكنش لينا نخليو. نعاودو نخلطو تاني الخليط ديالنا، نزيد هاديك القرفة حتى هي. وبالنسبة للجوزة اخوتي، انا هاد العام مبغيتش ندير فيه الجوزة، لأن ديما كندير فيه الجوزة، هاد العام قلت غادي مغنديرش الجوزة. غنديرو داك العسل، غادي نزيد داك الزيت اللي قليت فيه داك اللوز، ضروري، وغادي نزيدو الزبدة. من بعد ما درنا الزبدة وداك الزيت اللي فيه اللوز والعسل، نخلطو تاني الخليط ديالنا مزيان، عاد نبدا نزيدو في زيت الزيتون. زيت الزيتون راه كديرها ديريك سلام، ما كنطيبها ما والو، باش كتجي زوينه. والله خوتي داك كيبقى ليا عام بعد الخطره، والله ما كيخسر. دابا غنزيدو زيت الزيتون، الزيتون غنخويها بالقياس، وانا كنخلط. يوم خوتي بعد ما خلطنا سلو ديالنا مزيان ودلكناه، غادي نزيدو فيه داك الجنجلان اللي خلينا واحد شويه يتزين، ضروري انا كنزين به. وغادي نزين داك اللويزات اللي حمر اللي قليناهم في الزيت، صافي. وعاد نخلطهم مزيان بحال هكا،
وان شاء الله ملي غنوجدوا الطبق ديالنا ديال السلو غادي نوريه ليكم. وهانتوما معانا. المهم خوتي وخواتاتي، هو هذا السلو ديالنا اللي وجدناه معكم، وهذا جا رائع جدا وجا بنين، جا كيحمق. كنتمنىكم تجربوه وتردوا عليا الخبر في الكومونتير، ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك وابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وان شاء الله ديما الجديد اخوتي. شكرا لكم، شكرا على الناس القدام، شكرا للناس الجداد يلاه تابوناو معايا، شكرا لكم جميعا، والله يسهل عليكم، الله يحفظكم وعواشركم مبروكة، رمضان مبارك سعيد، الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة وطول العمر إن شاء الله. مع السلامة، إلى اللقاء، فيديو آخر إن شاء الله.